بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، منه دائما سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والنجاح. نحييكم بهذه الانطلاقات في هذا اليوم ضمن منافسات سن اللقاية لأبناء القبائل من هذه المسافة الأربعة كيلومترات، وضمن السباق الأول المقدم من اتحاد سباقات الهجن لموسم 2022. هكذا ننطلق مع ثالث أشواطنا الذي أعلنت انطلاقته في هذه اللحظات، يعتبر الأول بالنسبة للقعدان اللقاية المحليات الأصايل المتمنين التوفيق بإذن الله تعالى لجميع الأخوة المشاركين. هكذا نسير للمقدمة. المركز الأول ياتينا مخلاب عوض بن مهنا بن النوبي المحرمي الذي يطلق هذا الاسم على مستوى المركز الأول، بينما في المركز الثاني التقدم على الزاوية الأخرى. هناك نرى ونتابع هذه الأسماء القادمة في هذه اللحظات. هذا هو على المركز الثاني. القادم على المركز الثاني مشاكل مطار بن محمد بن دحروي العامري، حيث غير بدوره إلى المركز الأول ليتسلم زمام الأمور. نقلتنا التالية إلى المركز الثالث لنجد الوصول من مهيض محمد بن عبد الله بن معيض النيادي، ياتينا على مستوى المركز الثالث، بينما في المركز الرابع هناك على الزاوية الأخرى القادم البديوي. البديوي وصل في هذه اللحظات إلى المركز الرابع بهيان بن عامر بن قانوش العامري، بينما في المركز الخامس نتابع ومتابعتنا إلى هذا الاسم المرعب. هنا سالم بن علي بن راشد الغيلاني، شعارك يا أبو تركي ياتينا على مستوى المركز الخامس، بينما في المركز السادس يتقدم سلهود مغير بن سالم بن حارب العميمي. هكذا نتيجتنا إذن للست المراكز الأوائل. كما تعلمون ندائنا دائما مع الست المراكز الأوائل للأسماء المتقدمة في أشواطنا، في نيل أشواطنا لهذا اليوم. عودتنا من جديد إلى شعارك يا أبو محمد، شعار بن دحروي الذي يدل الانتصارات جيدا بانطلاقاته المتميزة، حيث يطلق لنا مشاكل مشاكل للناموس. هنا على المركز الأول مطار بن محمد بن دحروي العامري، بينما في المركز الثاني مخلاب ياتينا ثانية بانطلاقة رائعة. عوض بن مهنا المحرمي يحتل المركز الثاني من خلال هذه اللحظات، بينما في المركز الثالث التقدم بدأ من سلهود غادما بهذا المستوى مغير بن سالم بن حارب العميمي، حيث يحتل المركز الثالث بوجوده في هذه المشاركة. المركز الرابع هنا يتقدم في هذه اللحظات مغادر غادما بالمركز الرابع في هذا الانطلاق. هنا سالم بن سعيد بن راشد بن لويهي الدرعي بأول إذاعة، بأول نداء لهذا الاسم على المركز الرابع. هنا الأربع على وايل في منافسة قوية، والأسماء الأخرى ننتظرها. أرى هناك القدوم من البديوي. البديوي وصل في هذه اللحظات بهيان بن عامر بن قانوش العامري على المركز الخامس. هناك مصورنا يتجول للمرة الثانية على التوالي من بين هذه الأسماء، ومن بعد ذلك نرجع مجددا إلى الصدارة لنتابع المركز الأول. هذا مخلاب والتغيير الذي طرأ من مغادر بدأ يغير إلى المركز الأول في هذه اللحظات الجميلة بمشاركة هذا
الاسم، حيث اعلن وجوده الى الصداره سالم بن سعيد بن راشد بن لويهي الدرعي. وين موقعنا الان؟ ال 1200 متر ما تبقى عن خط النهايه، والصداره مع مغادر اسما على مسمى، بدا يغادر الاسماء المتميزة. المركز الثاني التقدم بدأ في هذه اللحظات من مخلاب عوض بن مهنا بن نوبي المحرمي. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير. هنا المنافسة ما بين مخلاب ومغادر، مخلاب ومغادر، بن مهنا ولا الدرعي. إلى أين الانطلاق؟ إلى أين الشوط الأول للقعدان؟ اللقاية المحليات الأصايل، ما شاء الله تبارك الله. المنافسة القوية، المنافسة المثيرة على المركز الأول. الله يا سلام، الله يا سلام على هذا الأداء. مغادر 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 ومخلاب، مغادر ومخلاب هنا في المنافسة الأخيرة في هذه اللحظات الجميلة. في هذه اللحظة مغادر بشعار سالم بن سعيد بن راشد بن لويه الدرعي. المركز الثاني مخلاب عوض بن مهنا المحرمي الذي يأتينا على المركز الثاني في هذه المنافسة. مخلاب ومغادر، مخلاب ومغادر. الله يا هذا الأداء، الله يا هذا الأداء. ولكن مغادر، مغادر يؤكد حضوره على المركز الأول بهذا الأداء الجميل. سلام سلام يا الدرعي، سلام يا الدرعي، سلام بدون أي أوامر، عصاته في الأبطان. تهانينا لسالم بن سعيد بن راشد بن لويه الدرعي على فوز مغادر بالمركز الأول، لحظات وصوله إلى خط النهاية محققا هذا الفوز. المركز الثاني مخلاب عوض بن مهنا بن النوبي المحرمي. المركز الثالث يذهب إلى انطلاقة ووجود صبروت مبارك بن عبد الله بن سويدان العامري. المركز الرابع يذهب إلى سلهود مغير بن سالم بن حارب العميمي. المركز الخامس، هناك الخامس ألا وهو التوقيت الزمني 6:25 التوقيت الأفضل والأجمل بدون أي أوامر. تهانينا والناموس إلى مالك مقادر سالم بن سعيد بن راشد بن لوي.